يعني. طيب باشمهندس، من وجهه نظرك الفنيه دايما، هل النادي الاهلي ساعد سموحه في اللي حقق هدفه النهارده في بعض الامور لا. الفنيه؟ الاهلي لا، الاهلي لعب كويس جدا، والاهلي كان بيلعب بسرعه وكان بيلعب بحماس وعمل شغل جامد جدا. الاهلي كان فورمه عاليه قوي، اللعيبه لعبت وشاطت وكده، لكن لعيبه سموحه استقتلت بشكل كبير قوي قوي قوي، منعت الاهلي من حاجات كتيره جدا. فرق كتيره ما تقدرش تصمد قدام الاهلي، الاهلي صعب جدا ان انت تلعب قصاده، لان انت ما انتش عارف اللعيب ده هيجي لك من فين. لكن انت النهارده مثلا علي معلول، النهارده طارق علاء، يعني ابطل 90% من نشاط علي معلول، وده ولد صغير، وبعدين برضه منع كوره بالهيد كانت هتيجي جون. فهم اللعيبه استقتلت بشكل كبير جدا، يعني خدت المباراه حقيقه وموت. الباك ليفت، انا من وجهه نظري الاهلي لعب كويس جدا. الاهلي طبعا اكيد ممكن يكون عنده احسن، ممكن يقدر يلعب اعلى، الاهلي طبعا فرقه بلا حدود يعني. صحيح. طارق علاء هو الباك ليفت اللي وقع باشمهندس خضنا، هو بيلعب باك يمين. ولا الثاني ده محمد سعيد، اللي وقع خضنا، الاثنين دول صغيرين خالص. هو يعني كويس. طيب يعني كويس اللعيب اللي وقع ده؟ كويس، مفيش حاجه، ممتاز. ودودو كمان لعيب دولي بيلعب في المنتخب الاولمبي وفي المنتخب الكبير. واحمد خالد كمان كويس، عندنا ناس كتيره كلهم كويسين جدا. طيب يعني بخصوص اللعيبه الكويسه، احمد حكم، يعني هل لو في عروض قويه جايه لحضرتك احمد حكم ده هتسيبه؟ لعيب ممتاز. ويمكن انا اتكلمت عنه قبل كده، واخد بس، وقلت ان هو يعني مساك ممتاز ومن احسن المساكين، وبيلعب برجله الشمال. وهو جاي لنا عروض عشان نبيع احمد حكم، بس يعني العروض ما تتناسبش مع مستواه. حضرتك طالب في كام يا باشمهندس؟ لو انديه القمه تقدم عشان احمد حكم ولقينا عرض مناسب هنبيعه، عندنا اجيال. طالب في كام يا باشمهندس احمد حكم؟ لا من لسه بقى حكم، لما انا مش عايز اتكلم بقى دلوقتي، مش عايز يعني اوقف. ما هي بورصه، هي بورصه على الـ على الـ لا 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 لا. طيب بس هو ربنا يكفيه شر الاصابه، هو وزمايله، وبعدين ده كل حاجه ليها توقيت وكل حاجه نصيب يعني. طب بالنسبه لدودو، يمكن حضرتك كنت قلت ان هو رايح الدوري الفرنسي تقريبا. هل في تفاصيل اخرى؟ جالنا عقد من ليون، اسمه خدت مسيرتك. راح لفين العرض ده يا باشمهندس؟ والله احنا وقفنا على طريقه السداد، والله ده كان ب 600,000 يورو، بس هو كان جاله ب 700,000 يورو او 750,000 يورو. نادي في اوكرانيا، بس امه ما رضتش، امه قالت ده لو راح والدته يعني هي السبب يعني. هي السبب في كده. فهو موجود، وهم المهتمين بيه جدا، اكتر من نادي في اوروبا مهتم بيه، لان هو بيلعب في توجو في الفريق الاولمبي، وبيلعب في الفريق الكبير، صغير وصغير وممتاز في اللعب. يمكن شفت النهارده خد رجل المباراه يعني، وأدى دور جامد قوي، بالرغم انه كان واخد انذار، لكن الانذار ده ما حدش لعبه يعني. طب يعني انديه اوروبيه بتعرض عليه، هل في انديه مصريه زي انديه القمه الاهلي والزمالك حدش اتكلم عليه خالص؟ معقوله؟ لا ما اتكلموش عليه خالص. والله باشمهندس انا دايما يعني بحيي حضرتك دايما لاختيارك اللاعبين المحترفين حقيقي. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك، من ذوقك. يعني ان لا يبقى فيه، انت عارف هو ده بيلعب في نص الملعب هايل. دودو ده بيلعب هايل في نص الملعب، ده احنا متابعينه طبعا. باشمهندس يعني مبروك النقطه، يعني بما حضرتك سعيد طبعا بالنقطه دي حاجه طبعا تحسب لسموحه وكابتن حسام النهارده واللعيبه اكيد. باشمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، بشكره شكرا جزيلا.